الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تحية طيبة تتجدد اليوم مع أول أيام هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد، حيث افتتح هذا المهرجان بأشواط الإنتاج والمنتجين. كنا في الفترة الصباحية مع أشواط الحقائق، وهذه أشواط اللقايا ومتعتها. ننطلق إخواني المتابعين مع رابع أشواطنا في مساء هذا اليوم، مباشرة إلى المركز الأول حيث يحمل هذا الشوط فئة القعدان. وننطلق مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط، ومن يحتل المقدمة جميل على المركز الأول، ملكية جميل يا سيد مبارك بن مخيت بن سعيد باللوتية العامري مع المركز الأول. المركز الثاني شاهين سالم بن حمد بن قناص العامري يحتل المركز الثاني. المركز الثالث انتقل للمركز الثالث، وهذا هو مجدي لمحمد بن جوعان بن عبد الله بن محمد لمهيري المركز الرابع. شاهد المركز الرابع برلين حربي بن حمد بن هيام بن سالم العامري. المركز الخامس يتواجد فيه منبع على المركز الخامس، هذا هو شعار منبع، ينطلق على المركز الخامس حمدان بن علي بن سلطان بن خاتم النعيمي. هذه الأسماء إخواني المتابعين، أول المراكز الخمسة المنطلقة في هذا النداء، هذه الانطلاقة المميزة وهذه القعدان المشاركة في هذا المهرجان الكبير، المتابع المراقب الحاضر من أبناء الخليج، حاضرين مشاركين متابعين لهذا الحدث الرياضي الختامي المهم، يعتبر ختامي من الختاميات، يعتبر اللقاء الكبير في هذا الموسم. يا سلام، سيارة نيسان بترول ستيشن هناك عند خط النهاية، عند خط النهاية يا أخواني، عند خط النهاية ينتظرها من ينتظرها، يطمح فيها الجميع، يطمح في تحقيقها الجميع. يا سلام، 3 كيلومترات عندنا في هذه اللحظة، افتتحنا الكيلو متر الأول منها، هذا هو اللي احتل المركز الأول وانطلق شاهين سالم بن حمد بن قناص العامري. هذا الشعار القادم من العين، القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الآخر، المركز الثاني ينطلق فيه، هذا هو اللي يحتل المركز الثاني، منبع انطلق في هذه اللحظة، بل هو يا سلام سراب على المركز الثاني، محمد بن خليفة من ضبيب الشامسي على المركز الثاني. المركز الثالث ينطلق فيه جميل مبارك بن مخيت بن سعيد باللوتية العامري على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع يتواجد برلين حربي بن حمد بن هيام بن سالم العامري. المركز الخامس، خامس المراكز، من ينطلق فيه؟ الله، الشعار الأسود، اللي ينطلق بالمركز الخامس هذا هو منطلق مندفع الطليلي راشد بن مطر بن محمد بن ضبيع الاكتبي، اول نداله ووصلت الاسماء، انطلق في هذه اللحظه رعد محمد بن غانم بن ناصر بن حتروش المنصوري احد الاسماء المرشحه في هذا الشوط المنطلقه، ولكن العوده دائما الى المركز الاول، الى المركز الاول، الى الصداره. الشوط ولع 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 الشوط يا اخوان، الله، يا سلام، برلين على المركز الاول، برلين حربي بن حمد بن هيان العامري قادم من المرموم من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، هذا هو قادم في هذه اللحظة ينتزع المقدمة مع لوحة الكيلو ونصف الكيلو، ولكن الشامسي من الجانب الآخر اسم جديد انضم في هذه اللحظة، هذا هو محذر، انطلق في هذه اللحظة على المركز الأول، أول نداء له عبد الله بن صالح بن طرشوم العامري. يا سلام،
الحضيرم رشحه بن حضيرم، هذا هو انطلق إلى المركز الأول، انطلق إلى الصدارة. 1200 الله، نيسان بترول ستيشن مع خط النهاية، مع خط النهاية انطلق في هذه اللحظة الحذر على المركز الأول، انطلق في الصدارة. برلين على المركز الثاني، برلين حربي بن حمد بن هيان العامري، الله المركز الثالث رعد محمد بن غانم بن ناصر بن حتروش المنصوري، ولكن العودة دائما مع الكوع الأخير، منعطفنا الأخير وعصاه بالبطان، هذا هو محذر على المركز الأول على الصدارة. الله انطلق انطلاقة الفوز، الانطلاقة الأخيرة في هذه اللحظة، انطلق في هذه اللحظة، هذا هو محذر، والسيارة الثالثة انخطفها في رصيده، انطلق محذر، حرك الحديدة شوي، راح مع الناموس، يا سلام، خط النهاية أمامك، أمامك يا محذر، هذا هو على المركز الأول، عبد الله بن صالح بن طرشوم العامري، وترشيح بن حضيرم، هذا هو انطلق، انطلق وفاز، انطلق وفاز مع المركز الأول، انطلاقة أخيرة، انطلاقة إلى السيارة، إلى الناموس، تهانينا، تهانينا والناموس لمالك محذر عبد الله بن صالح بن طرشوم العامري على انتزاع محذر نيسان بترول ستيشن في هذا الشوط بعد انطلاق أخير ومثير وممتع للغاية مع هذا الشعار ترشيح بن حضيرم، تهانينا والناموس لبن طرشوم على هذا الفوز المستحق، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني رعد محمد بن غانم بن ناصر بن حتروش المنصوري، المركز الثالث، المركز الثالث هجام احمد بن سهيل بن دري الفلاحي، المركز الرابع، المركز الرابع شاهين علي بن صالح بن علي بن صالح الحميري، المركز الخامس وصل فيه شعار حربي بن حمد بن هيام بن سالم العامري مع برلين. تهانينا والناموس أيها الإخوة المتابعون لكل الفائزين، تهنئة أزفها لمالك محذر عبد الله بن صالح بن طرشوم العامري الذي حضر وانتزع وفاز معنا في هذا الشوط محققا ناموسا مسائيا رئيسيا حقيقة في هذا اليوم. 7 دقائق 42 ثانية، 9 أجزاء من الثانية، هذا هو توقيت محذر لعبد الله بن صالح بن طرشوم العامري، تهانينا والناموس للعامري على هذا الفوز. المركز الثاني رعد لمحمد بن غانم بن ناصر بن حتروش المنصوري، توقيتها الزمني 7 دقائق 44 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل فيه هجام أحمد بن سهيل بن دري الفلاحي، حقق الناموس وحل بالمركز الثالث بتوقيت زمني 7 دقائق 48 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أيها الإخوة المتابعون للمتعة والإثارة بقية، ويسرني أن أنقل الميكروفون